السلام عليكم أيها الإخوان، مرة أخرى في قناة كويرية في الذاكرة. اليوم غادي نرجع لمولودية وجدة. مولودية وجدة في السبعينات اللي كانوا فيها نجوم كتار. واليوم غادي نتكلموا على عميد الفريق آنذاك، كمال السميري. كمال السميري اللي وقع حدا الحارس سعيد هو عميد الفريق كمال السميري الأنيق. كمال السميري اللي كان كويري بمعنى الكلمة، وكان لعاب رقيقي، وكان صاحب قذافات قوية، وكان من رجالات المنتخب المغربي لسنة 1976 اللي جابوا الكأس الوحيدة اللي كاينة في خزانة ديال الفريق الوطني في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ها هو كمال السميري رفقة المنتخب الوطني، هو اللي وقف حد الهزاز، المرحوم الهزاز رحمه الله. اللاعب كمال السميري كان أنيق، وكان عنده واحد الشاكوكة جميلة، يعني لاعب كويري رقيقي أنيق. هو كمال السميري اللاعب المبدع. و غادي نحكي لكم واحد الذاكرة في اللقاءات ديال المنتخب الوطني 1976 في أديس أبابا. كنت كندرس آنذاك في ثانوية بن عباد بسطات، وكنا مع مقابلات المنتخب الوطني كيتلعبوا بالنهار، كنا كندو داك الراديو 6 ترانزستور، كنا كندخلوه معنا القسم، وما كنا نسمعوا غير الاصابات من 40 متر. كان السميري فراس الزهراوي، ها هو الكمال السميري مع العشاق ديالو. مع كما قلت كانوا غير الاصابات كاين 40 متر 45 متر، كان فراس كيتناوب عليهم فراس والزهراوي والسميري، كانوا هما اللي كيسجلوا الاصابات. ومن ثم جاب المنتخب الوطني المغربي كاس افريقيا 76 من اديس ابابا باثيوبيا، وكانت غادي تسقط بهم الطياره، لان طلعوا في الطياره وشعلت الماطر ديال الطياره، شعلوا فيها شعلت فيها العافيه، وكانت غادي تطيح بهم لولا الاطلاف الالهيه. وملي وقع لهم هذاك المشكل اتفقوا بانهم خاصهم يجيبوا الكاس الافريقيه، وها هي جابوها محتفلين بها في مطار النواصر انذاك سنه 1976. وما دمت كنتكلم على السميري غادي نتكلم لكم على واحد طريفه. كانت مقابله وديه جرات ما بين المنتخب الوطني المغربي في 77 مع فريق سانتيتيان اللي كان كيلعب فيه بلاتيني، وغادي تشوفوا الغرائب ديال التلفازه المغربيه. ما عرفتش انا شكون هاد العليم اللي فكر هذيك الساعه، انا كنت كنقرا في سطات، وهذاك العليم ديال التلفازه المغربيه فكر ينقل هذاك الماتش الحبي ما بين المغرب وسانتيتيان اللي كان كيلعب فيه بلاتيني، ما نقلوهاش للمدن القريبه للرباط، القنيطره، الرباط، الدار البيضاء، سطات جديده، ما نقلوهاش ليهم، ونقلوها غير للمناطق البعيده بحال وجده، بحال فاس، مراكش، اكادير. ما فهمتش انا هاد العالم اشنو كان بغى يدير. ولحد الساعه ما باقي كنتذكر هذيك الذكرى، وكنا باغيين نتفرجوا في هذيك المقابله، لان كمال السميري كان حرص بلاتيني، ميشيل بلاتيني ما خلاش يتنفس في المقابله الحبيه. وفي اخر المقابله جا بلاتيني وسلم على كمال السميري وهنؤه على المقابله الكبيره اللي دار. كما قلت هذاك العليم ديال التلفازه المغربيه ما عرفش شنو بغى يدير، بغانا واش بغانا كاملين جديده والسطات والدار البيضاء والرباط والقنيطره تكبوا كاملين على ملعب الفتح باش ندخلوا نتفرجوا باش نعطوا الفلوس، ما فهمتش. كانت مقابلات ديال المنتخب الوطني المغربي كتجرى في ملعب الفتح، ولا ما كانش كتنقل هذا الماتش هذا ديال اللي كان كيتنقل في التلفازه، المدن القريبه للرباط ما كانش كانوا كيتحرموا من هاد الماتشات هادو، وكيتنقلوا على المناطق البعيده كما قلت. وكان بدع فيها كمال السميري، وكان حرص بلاتيني ما خلاهش يتنفس، وبلاتيني في الاخير اعترف بقوه كمال السميري. كمال السميري اللي كان كيلعب في وسط الميدان، وهو بلاتيني وربما راه باقي عاقل على ذاك الماتش ديال 1977 ما بين المنتخب الوطني وفريق سانتيتيان الفرنسي اللي كان كيلعب فيه بلاتيني. وانا ذاك في هذيك المقابله الحبيه ما شمش الكره بلاتيني، لان كان كمال السميري كيحرسوا، وحنا ما نسمحوش لهذاك العليم ديال التلفازه المغربيه اللي حرم المدن القريبه من الرباط، واش بغينا كاملين نتكبوا على ملعب الفتح بالرغم من الصغار ديالو. والى اللقاء.